إنما الفقه البيوع. إحنا أخذنا بيع الحاضر للبادي. أقول تلقي الجلب، التلقي ما معنى التلقي؟ التلقي هو خروج، خروج الحضري من البلد يتلقى البادي قبل وصوله إلى إيش؟ إلى الأسواق، قبل وصوله إلى الأسواق، هذا التلقي، يتلقاه من قريب، يتلقاه من قريب. بخروج الحاضري إلى البادي الذي وصل إلى المدينة ولم يصل إلى الأسواق فيصل إليه قبل الوصول إلى الأسواق. والجلب بمعنى إيش؟ بمعنى الجالب، أنه يجلب البضاعة، السلع التي يحتاجها أهل الحضر. والمعنى بأنه مثلا لو سمع التاجر الحضري بقافلة من فيها ما فيها من السلع العزيزة التي يهتم بها أهل البلد فيسمع بها فيعمي على الآخرين ويذهب وحده إليهم فيقول هذه السلع كاسدة، ولو نزلت بها الأسواق لعشت بها دهرا وما بعت، ولو بعت لم تربح، ولكن لحاجتي أنا إليها سأربحك فيها، فيعطيه ربحا زهيدا ويأخذ السلعة ثم يذهب إلى الأسواق فإيش؟ فيبيع هذه السلعة بغلو بعلو، يبيع هذه السلعة بعلو. هنا الشرع جاء يحفظ الكيان، يحفظ التجارة، يحفظ البائع، يحفظ للبائع حقه. والنظرة الأولى كانت نظرة إلى العموم، عموم الأسواق. النظرة هذه كانت النظرة لمن؟ للبادي، لما تكلف من السفر ومشقة السفر. التلقي كحكمه كرهه العلماء قاطبة إلا الأحناف طبعا، هو ورد عن الأحناف قول بالتفصيل، والكراهة سأبين ما معنى الكراهة هنا. فكرهه الشافعي، وكرهه مالك، وكرهه أيضا أحمد، وقيل أن أبا حنيفة لم يكره هذا البيع، وقال في هذا البيع لا شيء فيه، وسأبين الأدلة. نبدأ بكلام الأحناف أنهم قالوا لا كراهة فيه، على أن التحقيق أن فيه كراهة كما سأبين. قال لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وتوفر شروط البيع في ذلك يحله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والآية إلا أن تكون، قال وتوفر الرضا فينتهي الأمر، فالبيع صحيح لا شيء فيه ولا كراهة في ذلك، هذا الأصل عندهم. التحقيق في مذهب الأحناف أن الكساني في بدائع الصنائع نقل قال ويكره هذا البيع، لكن لم يطلقه صراحة، قال ويكره هذا البيع، ثم اشترط شرطين، ويكره هذا البيع إن كان في السلعة إعواز، يعني إعواز البلد معوزة بهذه السلعة، وأيضا السعر كان فيه إيش مضرة على البائع، لكن الأصل الذي ركز عليه إن كان إيه، إن كانت السلعة في يعني البلد في إعواز لهذه السلعة فأضر بأهل البلد بأخذه إياها وتخزينه حتى يربح فيها ربحا كبيرا، أو حتى البيع في نفس الوقت لكن بربح إيش أعظم. فقالوا إذن الأصل أنه لا يكره، ويكره في هذه الحالة، الأصل أنه يكره ويكره في هذه الحالة. أما قول الجمهور أنهم قالوا بالكراهة، الأدلة عندهم كثيرة جدا. أولا نوجه ما الكراهة عندهم، الكراهة هنا بمعنى التحريم، لأن النووي فسر ذلك، لأن الكلام ليس عندنا عند أهل الأصول في الأئمة الثلاثة الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة الإيش تنزيهية، هو إما حرام إما مكروه. فقد يفهم العلماء من قول بعض العلماء الذي قاله ابن قدامة في المغني مثلا، قال كرهه الجميع، يعني أن الكراهة هنا الكراهة تحمل على الكراهة الأصولية، والحق أن الأصل هنا أنها محرمة، تلقي الجلب محرم، تلقي الجلب محرم، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة في السنة كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا البيع، كما في حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي إطلاقا. وهنا رد على الأحناف ممتاز، ينزل منزلة العموم في إيش في المقال. هو طبعا بس ما فيش سائل هنا عشان نقول ترك الاستفتار في لكن أنت أردت أن تبين العموم، وهذا الحجة الصحيحة، لأن النبي قد نهى عن التلقي أهو استغراق كل التلقي، سواء كان فيها إضرار بالأسواق سواء لا يجوز، نهى عن التلقي، وهذا حادث كثيرا، بيحدث كثيرا،
انت ترى يعني في محطة مصر قبل ان تنزل المرأة بالبيض وبالجبن اللي هي معلومة دي بتحملها بياخدها يشتري منها ويمشيها ويرجع بها هو يعني يتفنن في علو السعر في هذا. فاذا هذا موجود عندنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي بحديث ابن عمر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع او نهى عن تلقي البيع نهى عن تلقي البيوع. وهذا ايضا العموم فيه نافذ لانه قال نهى عن تلقي البيوع كل البيوع السلع العزيزة او السلع التي يعني فيها كثرة في البلدة. ايضا عن ابي هريرة وكل هذا في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب نهى ان يتلقى الجلب. وفي رواية قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب بالتصريح قال لا تلقوا الجلب. قالوا هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في النهي ايش الأصل في نهي التحريم. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تلقوا الجلب بالسكك قال لا تلقوا الجلب بالسكك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النظر أن فيه الإضرار بإيش بأهل السلع والشرع أيضا حافظ على أموالهم. أنا كما قلت لكم مال المسلم محفوظ محفوف بنار لا يجوز ولو عود أراك ولو عود أراك. ومن اقتطع شبرا من الأرض المال المسلم بظلم بيمين فاجرة طوق من سبع إيش طوق به من سبع أراضين. فالله تعالى يعني قد حفظ أموال الناس. لذلك ترى أطول آية في القرآن هي آية إيش المداينة آية المداينة لحفظ أموال لحفظ أموال الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. ولا يمكن للبائع أن يكون أن تطيب نفسه ويرى يربح 100 وهو يربح 10 أو 5 هذه لا يمكن أن تطيب نفسه. لذلك بحال من الأحوال وفيها ما فيها من الغرر. والقاعدة عند العلماء لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. وأما الرد على الأحناف فأولا نقول نعم الأصل في البيوع الحل طيب وهذا على العموم وجاءنا دليل خاص. والقاعدة عند العلماء لا يتعارض العام مع الخاص. إيش نقدم الخاص والدلالة على ذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وأما القول الثاني في أن البيع عن تراض قلنا التراضي لا يقلب الحرام حلالا التراضي لا يقلب الحرام حلالا نص الشرع بحرمته فلا يقلب الحرام حلالا بحال من الأحوال. أما بالنسبة لحكم البيع يعني أو حكم العقد هل العقد صحيح أم لا الأئمة نقل ابن قدامة اتفاق الأئمة على أن البيع صحيح على أن البيع صحيح العقد صحيح والبيع صحيح ويأثم المتلقي ويأثم المتلقي. وهذا قال به الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. والصحيح أن نقول أصل القول للشافعية والأحناف هم الذين قالوا بصحة البيع لا سيما أن الأحناف يقولون بذلك لأنهم لا يرون كراهة أصلا. وأما الشافعية هم يرون الكراهة يرون الجهة منفكة الجهة منفكة وعندهم أدلة على ذلك كما سنبين أثرا ونظرا. الرواية الثانية عن أحمد وعن مالك بعض المالكية وهو قول الظاهرية البيع باطل البيع باطل قال وفيه تدليس. البيع باطل لأمرين. الأمر الأول لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو باطل رد مردود. قالوا إذا باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل فهو مردود. قالوا إذن تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي إيش يقتضي الفساد هذا الذي تمسكوا به. وأيضا من النظر أن, 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 أن الضرر واقع على البائع وهذا فيه تدليس وتغرير به ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وأن القاعدة لا ضرر ولا أضرار. الصحيح الراجح من ذلك هو قول الشافعية والأحناف وهي رواية عن أحمد أيضا موافق للعلماء ورجح المحققون في مذهب أحمد. وأيضا المالكية بعض المالكية يقولون ذلك بأن العقد صحيح وهذا حق أثرا ونظرا
أما في الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فسيده بالخيار إن أتى السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة بقى عمر باشا؟ طب كيف يعني؟ يا نعم، لا يمكن أن يكون الخيار إلا على عقد صار صحيحا، إلا على عقد قد انعقد. فلما قال هو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رد، يبقى هذا لا يكون قط إلا على من ما على من قال بصحة العقد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعية يرون بأن النهي لا يؤثر في ذلك، النهي يؤثم من فعل ذلك، النهي يؤثم ما فعل ذلك. قالوا لأن هذا لا يؤثر سلبا في العقد، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. دائما لهم دليل آخر يعني بيستدلوا به، ها، لأنهم قالوا وهذا تدليس أيضا، رد على الحنابلة، وهذا تدليس لا يضر. ها ممتاز، لكن ائتي بها بقى كيف يفعلون هم؟ ها يقولون إيش؟ ها أيوه، ما قالوا فيه تدليس، لا سيبك الغرر، هذا نخطئ الحنابلة أنهم قالوا غرر وليس بغرر، لكنه إيه؟ تدليس. وفي فرق بين التدليس والغرر. يقولون والعقد هذا وإن كان فيه التدليس، فالتدليس هنا يساوي إيش؟ التصرية، قياسا على التصرية. والله العظيم قلت ذلك أكثر، قلت الله حريص الحمد لله، قياسا على التصرية. وده أصل عندهم في هذا الباب، ليفرقوا بين التدليس الذي يقع على الآدمي وإيه، وأن يكون في حق، في حق الله يكون غرر، إذن يبطل العقد. في حق الأدمي يكون تدليسا فلا يبطل العقد، لكنه يكسبه الايه؟ الخيار، يكسبه الخيار. ولذلك انت عندك التأسيس، هو قال فهو بالخيار، فجعل يعني يجعلك تفهم تأسيس وتأصيل العلماء في هذا الباب، تجري عليه كل الفروع التي تأتي بعده. مفهوم هذا الباب؟ طيب، يبقى إذن الصحيح الراجح صحة العقد، وهو يأسن بذلك لأنه دلس عليه، ويكسبه الخيار بنص صريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى سيده بالسوق ها فله الخيار. يعني عندنا الرد على الحنابلة وعلى الظاهرية وعلى المالكية، نقول هم يقولون باع بيعا ليس عليه إيه أمرنا، نقول أخطأتم، بل باع بيعا عليه إيه أمرنا بالتراضي وبالقبول والإيجاب وتوفر الشروط والأركان، لكنه إيه تصرف تصرفا على غير أمرنا فأثم. فرق باع بيعا على غير أمرنا، وفرق تصرف تصرفا على غير إيش أمرنا. وهذا لا يثبت لنا أن الجهة منفكة، أن الجهة منفك. وأما رد عليهم في إيش الدليل الثاني الذي يستدلون به، قالوا تدليس، قلنا هو التدليس يكسب الخيار ولا يضر بالعقد، التدليس يكسب الخيار ويضر بالعقد ولا يضر بإيه بالعقد. لو قالوا لا التدليس يضر بالعقد ولا يكسب الخيار، كيف نرد عليهم؟ حجر صبري، نعم أنا هو الآن أورد عليك إرادة، رد عليه إراده. قالوا بل تدليس ويضره بالعقد. هو الحق في كلام في حديث التصرية، لكن الرد عليهم هم كيف تقيم الحج عليه؟ لا خلاص خلاص خلاص، نقول لا نرد عليكم بقولكم، أنتم تتبنون معنا أن التدليس يكسب الخيار ولا يضره بالعقد. قالوا كيف؟ قلنا نقول لهم التصرية ماذا تقولون فيها؟ يقولون نقول ها في الرواية المعتمدة عندهم، يقولون نقول بأنه إيه له الخيار، له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، ومعه الصاع، ومعه الصاع من التب، فيكون الحجة من قولين في هذا الباب، فلا يرد الإراد علينا في هذا الباب. فنقول إذن تدليس يكسب الخيار ولا يضر بالعقد. طيب نقول من الفروع جاء زيد بالباذنجان سلعة، والناس إيش أكثر شيء بيؤكل عندكم في الأسكندرية؟ هو الباذنجان. ما تسيب الفول بقى، ده الفول كل اقطار مصر احنا مكتوب على رؤوسنا فول بالواو المطوله،
فاهم حضرتك؟ عشان كده تترانا في انتعاش. يعني انا نفسي الواحد اللي ما ياكل فول ثلاث ايام ممكن يحدث له شيء من الجنون. طيب فدعنا من الشيء غير معتاد. ها طيب نقول اتى بالسلعه الطماطم بالبطاطس، اتى بهذه الساعه. زيد جاء بسلعه وجاء بكميات كبيره، فسمع زيد به، سمع زيد. وكانت الطماطم شحيحه في الاسواق، كانت طماطم شحيحة في الأسواق، فذهب إليه فقال ما معك؟ قال طماطم. قال طماطم الناس زاهدوا فيها، والصلصة الأمريكاني قد غطت الأسواق، ونحن نحب إيش؟ القبعة الطويلة، فالصلصة أغنت عن إيه؟ عن الطماطم. ده كثير من الأغرار الأغمار يفعلون ذلك. فقال له ماذا أفعل؟ قال أنا أحتاجها وإني أريدها لأمور أخرى، أشتريها منك بل أربحك. تريد تبيع بكم؟ قال بكم؟ قال أنت تريد بكم؟ قال خذ فيها 10 ويكون هو أربحه درهمين 3 4. واشترى الكيلو 10، أخذ السيارة بأسرها وسار بها، ثم بعد ذلك باعها في الأسواق. جاء عمرو الذي جاء بالبضاعة، نزل السوق فوجد الناس يقولون أمام الرجل تقي النقي صاحب مروءة يأتينا بالطماطم سنموت. قال ما بكم؟ ألا تأكلون الصلصة؟ فقالوا ما معنا مال للصلصة، نحن ننتظر الطماطم. بكم الطماطم؟ علم أنها تباع بإيش؟ 50 درهم. 50 درهما. اشتراها منه بكم؟ 10. وهي تباع بكم؟ 50 درهما. فسار فأخذ السيف وقال حقي برقبتي كما يقولون، حقي. فكانت مادة النزاع. المهم زيد قد اشترى منه بهذا السعر وباع ثم فر. أولا نقول الحكم الأخيرة، وبعدين ننظر كيف يفعل معه ولي الأمر. لكن الحكم الأخيرة، ما حكم هذا البيع؟ ما حكم فعل عمرو أولا؟ أو هو من البائع ومن المشتري؟ ما فيش حد ضبط كتاب زيد البائع. طيب خلاص، يبقى إذن المتلقي هو من؟ عمرو. فما حكم فعل عمرو؟ وما حكم العقد؟ وما حكم البيع؟ وما حكم الربح؟ التمرس الفقه اعملوا نظر للتمرس العملي. خلاص انا قلت ما حكم ايش؟ فعل عمرو. ما حكم العقد؟ ما حكم الربح؟ قسمها لي كما قسمت لك السؤال. عمرو يأسم، وهذا في قول من؟ في قول الشافعية. انت بتاخد المذهب وخلاص، في قول الشافعية. ممتاز. وحكم الربح محرم، يعني لا يملكه. من ما رأيكم في هذا الكلام؟ في خطأ، لا توافقونه؟ ما وافقوك. طب الذي سيجيب يجيب على كل الأسئلة، ممكن ولا مش ممكن؟ يا دكتور تامر، بالاتفاق يأسم عمرو. ممتاز. هذا الذي أنا بضرب من تحت، لأن أنا أريد منه هذا. شوف انتبه، الجميع باتفاق يأسم. ليش؟ السلعة عزيزة. قلت لك شحت ويلطمون يقولون أن الطماطم، رجل صاحب التسبيكة هيموت على الطماطم. فأين الطماطم؟ أين الطماطم؟ فالآن شحت. يبقى إذن في قول الجميع يأسم. مالك يا شباب؟ في قول الجميع يأسم. ها، يبقى إذن في قول الجميع يأسم، والمضرة واقعة على البائع. بس هذه عند الأحناف لا ينظر لها، لأنها ليست بمضرة، هو ربح، لكن هو المضرة في إيش؟ في سعة الربح عنده. فبنسبة التفاوت أكمل، والربح حرام، يبقى لا يمتل. ها، لأن في تدليس فلا يملكه. طيب وحكم البيع؟ والبيع صحيح في قول من؟ لازم التفصيل. هذا حنيفة. ما هي أيضا واجهة عند مالك. أن البيع يبطل وهو قول الظاهرية صحيح، والدلالة ده الدلالة. ها، هات الدليل وبعدين هات الدلالة. نهى عن تلقي الجلاء. ممتاز. وهذا باتفاق المجلس، والمجلس جميعهم قد أخطأوا خطأ ألا أريده. ها، على الرضا وعدم الرضا صحيح، كلام ممتاز، لكنها سفسطة، لأن في النهاية العقد صحيح. طالما يتوقف يبقى العقد صحيح، وإحنا بنتكلم في العقد صحيح. هو هذا الذي أريده. ممتاز.
من قال لكم المال حرام؟ من وين أتيتم بالمال حرام هذا؟ أقصى المسألة أنها على التدليس، والتدليس لا يحرم الربح، لا يحرمه، لو كان يحرمه لحرمه في إيش؟ في التصرية، صب البصر للتصرية. قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها، يبقى حل نبل ولا مش حل؟ حل هو الآن. ما الذي جعلكم تقولون الربح حرام؟ تصحون العقد وتقولون الربح حرام؟ أخطأتم جميعا في هذا الباب. يا مالك حريرة انت موافقتش؟ طب خلاص، انا كررت اكثر من مره وبعدين اعطيتك فرصه، ما عندكش غير انك تقول لي والكساني وغير الكساني. لا، كان لابد ان تقول دي هذه مساله فاصله، المال حرام. وانا زي قلت لكم المال حرام، وانا ارجعكم والمح لكم، اقول يعني لا يملكه. ها شغالين بس هو هز الراس وانتهى الموضوع. يعني لا يملكه هنا وهنا وهنا. لا يملكه يا عم، بس لا يستطيع. هو شغال بقى هنا فهلاوي، لا يستطيع اقول نعم ولا سعود لا. فماذا يفعل هكذا؟ او هي عندنا احنا في عرف بلدنا ان كده لا، يعني لا فهم هو هكذا. ما لان انا كل ما اراجعه لازم افعل مثل هذا الفعل، لكن انا اراجعه ليفهم لينظر، لان المساله على التصريه. طب التصريه المال يحل ولا ما يحل؟ المال يملك ولا المال ما يملك؟ ها المال يملك، لان حل الربح مترتب على صحه الايه؟ والعقد صحيح. حل الربح مترتب على صحة العقد، والعقد صحيح، مفهوم؟ فهذه مسائل لابد أن تفهموها. طيب، أيضا خرج مطلقا خرج محمد بسلعة البطاطس، يعني الطماطم في عقد والبطاطس في عقد. طيب، فخرج بالطماطم وجاءه علي، أو بالبطاطس وجاء علي، قال ما معك من البضاعة؟ قال البطاطس. قال البطاطس الناس استغنوا عنها بإيش؟ بالشيبسي، والمسألة الشيبسي غطى الأسواق لا تريد بطاطس. فالراجل تراجع وقال جئنا بالبطاطس وستضيع علينا، ماذا نفعل؟ لو جاءنا رجل أربحنا فيها درهما لإيه؟ لقبلنا. الشيبسي غطى الناس، والشيبسي بقى اسمه إيه الشيبسي المتداول؟ اسمه إيه؟ طيب، فإذا كان الشيبس المنتشر هذا، فالرجل قال أوقفنا هذا، لو أربحني فيه الرجل درهما لقبلت هذا الدرهم. فاشتراها منه على ربح درهم واحد وقبلها. فلما أتى الأسواق وجد الحاجة إلى البطاطس، وأرد الرجل قد باع السلعة بعلو في السعر، فندم وبكى وقال أين هو؟ قد أخذ مالي، أخذ تعبي، أخذ نصبي. فقال له الفقيه هو آثم بذلك، ولك أنت الخيار، قل بأنه إيش؟ لا أريد أن أمضي البيع، فإن أبى عليك فاذهب إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجبره على فسخ العقد، تأخذ بضاعتك ويأخذ ماله، وأنت حر في السوق تبيع كيف ما شئت. وهذا إيش؟ هذا مكروه، أو هو محرم في قول الثلاثة. وأما الأحناف فهو على الجواز، وليس فيه ثم شيء، لأن الإعواز غير إيش؟ غير موجود. والبيع أيضا على قولين، الشافعية والأحناف الأصالة، ورواية عن أحمد، وقول المالكية قالوا بصحة البيع، والقول الثاني لأحمد والظاهرية والمالكية قالوا ببطلان البيع أو بطلان العقد. لما؟ مطلق النهي يقتضي الفساد، والرد عليهم كما رددنا عليه في الصورة الأولى. جاء أحمد، مسألة الفرع الثالث، جاء أحمد بسلعته، وكانت هذه السلعة من الملابس، من الملابس الطويلة يعني، من الملابس. وجاء زيد، فلما رأى هذه الملابس أنيقة وأنها شغل المحترفين، اسمه شغل اسمه إيش هذا؟ اسمه إيه؟ تريكو. هو الرجل بتاع الترانش ده المفروض نأتي به ليسمي لنا كل شيء. نعم، التريكو كما يقول. فأخذها منه وزاده حتى على العشرة دراهم، لأنه يعلم أنها رائجة جدا في أسواق الثياب، فأخذها ولم يبيعها في السوق، وأخذها لنفسه، أربحه عشرة فقط ولم يبيعها في السوق وأخذها لنفسه. فما حكم ذلك؟ كيف الضرر انتفى، فما باع في الأسواق وبعدين يبقى إيه؟ لا، أما أنت قل الإجابة على الثلاثة، حكم البيع، حكم المتلقي، حكم إيش؟ الربح. البيع الصحيح ماشي، انتفاء العلة، والربح
جائز. طيب خلاص انا فهمتك التعليل فهمته. يعني ايش يعني؟ يعني ايش؟ ما اجب عن الاسئلة الثلاثة. اولا الاجابة سديدة جدا. نحن ننظر في هذا الباب. اولا عندنا النصوص لابد من احترامها وتعظيمها وتوقيرها. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال لتعزروه وتوقروه. توقير النبي بتعظيم إيش؟ السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. نهى عن تلقي الجلب. تلقى ولا ما تلقى؟ تلقى تلقى وانتهى الموضوع. يبقى وقع في النهي على ظاهري. أما أن تقول المسألة معللة وهذا جانب من القوة بمكان. المسألة معللة فهو قال عند التعليل نرجع لأيمن لأن أيمن إيش؟ قال الضرر انتفى. هذا خطأ. بل التعليل عند العلماء فيه خلاف. بعضهم يرى أن الشرع ينظر إلى جانب إيش؟ السوق. وبعضهم يقول لا ينظر هنا ينصب بنظر الشارع إلى البائع. والحق أنه نظر إلى إيه؟ البائع. والدليل على ذلك إيه يا أستاذ أيمن؟ ها؟ نعم ممتاز. لأنه لما قال فإذا أتى سيده بالسوق يبقى إذن النظر هنا النظر لمن؟ للبائع. يبقى إن في العيلة تحت الأسواق ليست مؤثرة عندنا في الباب يبقى تنظر إلى الضرر الذي وقع على من؟ على البائع. وقد وقع الضرر عليه لأنه لما باع بعشر يستطيع أن يبيعها بكم؟ بثلاثين بأربعين بخمسين في السوق. وقع عليه ضرر نسبيا ولا ما وقع؟ وقع عليه ضرر نسبيا. مفهوم؟ يبقى إذن التعظيم للعموم ومع ذلك نقول والضرر واقع. يبقى من ناحيتين لابد أن نقول يأثم حتى ولم يبيع. يأثم حتى ولو لم يبع السلعة فهو آثم والعقد صحيح وصاحبها أيضا بالخيار. وصاحبها أيضا بالخيار. لبعض العلماء قال لا الخيار إذا أتى إيه؟ إذا أتى السوق وجد الضرر هو الرجل لم يبع بالسوق. قلنا لا إذا أتى السوق وعلم السعر فعلم التدليس عليه فلابد أن إيه؟ ولو انتفع بها النفس فلابد أن نقول وقع الضرر فعليه أن يرفعه. أنا نسيت أن أبين أن أيضا من يتبنى قول الظاهرية والمالكية ورأة أحمد البخاري. البخاري يرى أيضا بأن البيع باطل. البخاري يرى بأن البيع باطل أيضا في هذا الباب. وهذا نقول قد سعينا من هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.